بخير يا أنسة. صباح النور. كركب من الكراسي. العربي سقط سهوا. صحفي متنقل أو بعبارة أخرى صحفي مكوكي. هي بحالك بحال قطار سريع. يمكن أكثر يا أنسة. كنقص من حاجة لحاجة. البارح في الرياضة، اليوم في الأخبار، غدا في الفن. تي فوتوجينيك. شكرا شكرا. تبغي تكوني ممثلة؟ وعلاش لا؟ وعندك اسم فني غزلان حب الملوك. واو صفقة مهمة هذه. شكرا. قول لي وبعد غدا شنو غادي دير؟ بعد غدا ما غاديش نكون. ياك ما غادي تخرج من الخدمة؟ لا الجديدة ما غاتخرج. المهم اشنو حد الخاطر؟ عندي معايد مع السيد مدير الوكالة. سي عادل 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 عادل. بلاش بلاش بلاش. لا ما كانش كاين انت يا لا عادل بلاش. اه عادل بلاش. تذكرني بالاسم ديالك. العربي سقط سهوا. العربي هاي هاي هاي. ولكن ما عندكش موعد اليوم، الموعد ديالك حتى الغدا. ما يمكنش. علاش ما شرحنا؟ حنا في نوفمبر. حنا ماشي ديسمبر. لا ديسمبر حتى العام الجاي. شوفي هذا الشيء كنعرفك مزيان بصح. والله فايت لي شفتك. اجي ما دوزتيش؟ ربما دوزتي عادي. تنقولها تنقول بانك دوزتي الحبس. ها عزلان جاوبي. نعم سيد المدير. ما سول في احد؟ لا كاين غير واحد الاخ عنده معك موعد غدا ولكن جا اليوم. ومالو مسبق الفرح بليله؟ قولي له سير حتى تجي. لا هاد الاخ راه صحفي. صحفي؟ نعم. ايوا كنت تقولها من الاول. اسميتو سميتك؟ العربي. العربي سقط سهوا. اسميتو سميتو أهلا. العربي. اهلا 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 الاستاذ. اهلا سي باش. مرحبا مرحبا مرحبا. لاباس عليكم. شكراكم. شرفتمونا. الله يبارك فيك. اسمحوا لنا جينا شويه قبل الميعاد. بالعكس محلكم هذا، مرحبا بكم في اي وقت. يمكن لكم تجيو حتى في الثلاثه هذا الليل. تفضلوا حتى انا كان عندي ميعاد. تفضلوا السر ما عرفوا حنا. تفضلوا نعم. حياني على الغدر. الملح دودة تا ولد موتي. الله سي مراد. شوف رجعت شي حاجة قسم انا وياك. قسم انا وياك. ورد هذا خلاته جداك. شكون هاد حباب الله اللي ناصبين ليهم هاد الفخوخة؟ انت راه حبيب واحد. حبيب واحد كاع غادي ياكل هاد المونة. صحافي. صحافي صحافي. خليني مزيان مع الناس. صحفي سميتو صحفي. اش بغيتي عندي ولد؟ واخا صحفي. اش كيدير في الوكاله؟ اش كيدير صحفي في الوكاله؟ مخوف البلاستيك ديال فمك. اش كيدير صحفي في الوكاله؟ والله ما قلتيها هي بلاصتك تلقاو فيها الرماد. جالس مع المدير. صحفي وجالس مع المدير؟ سما زيدك شويه داتاي. بسم الله عمل لك. السؤال الاول عندي كيتعلق. عمل 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 الاستاذ. عمل الله يرضي عليك. عمل اخي عمل. كمل ديك الكويكه كمل فيما قلت لك. السؤال الاول هو خلاص خلاص الله يرضي عليك. شو يا عينا ارخى الله لا زربه على صلاح الله ما تحمدني. تتكمل دوك الطريفات بزوج. شكرا شكرا. هادشي بني بزاف. الله يكثر الخير. تستاهل كل خير. تستاهل كل خير يا استاذ. بصح حاول. ادخل. الله يعاونكم. امين. يلا جمال يلا تحرك تحرك. الله يرضي على ولدي. احنا خدامين. الله يرضي عليك. يلا يلا جمال. يلا ولدي جمال 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 تحرك يا ولدي. امشي عليك. تحرك جمال. تحرك يا ولدي. امشي عليك. جمال خليها خليها. شو لازم خليها. بصحتك يا اسلام. بصحتك. يعطيك الصحة. يلا بسم الله. مرحبا مرحبا. قلت لك يا سيد المدير. السؤال الأول هو هاك 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 بعد عمل لك هذا العصير.
انا نعم سيدي، هذا عصير طناشي فيه جميع انواع الفواكه بما فيها الجفاه والفزيكة. عمل ها حتى الشريحه فيه. شكرا شكرا. وقول سبحان الله. سبحان الله. صحتك. هادشي بنين. بصحة. زوين. شوف حنا راه كنا حاسبين عليك حتى الغدا، ولكن بما انك جيتي اليوم صبغتي الفرح بالليلة ما فيها باس حتى ديالنا. سي بلاش. نعم ما كاين حتى مشكل، ممكن نرجع غدا. ممكن نرجع غدا؟ أواه. دراري نوضو 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 تعزيوني نوضو طلبوا مني السماحه مشي تفاهم نوضو تشيفو ميموني الراقد ادخل اعلامي العوج دخل اوليدي دخل سد داك الباب سد شوف شو الله ملي كيبغي يجازيني علاش كنصبح هذا الراجل درت معاه بيعه وشريه خرجت لي بيست هاذي من الاول واسمح لي راه هما اللي تلقاو لي وداو لي السلعه اه ها 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 وشكون اللي بلغ بيك؟ وتأمن عليهم نقول لك؟ أمن عليك كتجبد الحروزة من تحت الساقية أنا اللي قلتها لهم واش كنضرب الله يزرع عباد الله؟ كتقول فيها بتريكوك أحمر واخا وكيفاش تقلتي لهم؟ عاترش قاتلك ولا؟ واسمح لي كنت في السخون أنا وشي حباب بحالك؟ هي أنا قبالة لا ودخلنا حضر برما وهي تجيني الجلالة والدوخة من اللي خرجت وانا نعاود لهم كل شيء ياك قريتي اذا الزراوط ها زايدين ياك وليدي واخا تقدر تبرك شويه هنا على ما يجي سيدي بوفردي مول السلعه لا تقدر ترجع لي فلوسه لا ونعنو الحل دابا شنو هو ولد مولتي واسمح لي هادي والتوبه ما عمرها تقدر بيا اش غادي دير هاد المره غنولي ندخل الحمام خزنه وانتم قبلوني وانتم قبلوني يا ولاد مولتي يمكن لنا نبداو دابا ولكن الاستاذ اسمك الله بعد انت العربي العربي سقط سهوا اي سي سقط سهوا هاد الماكينه دابا علاش ملي ما كنوثقوش الهضره كنخرجوا على النص وملي ما كنكتبوا حنا بلا سجاله الناس كيكذبونا ها ضيعتي ضيعتي حنا عندنا فيك الثقه خذ راحتك الله يخليك وطخي عليا هاد الماكينه وخلينا زوينين ضاير عليك بلاتي بلاتي تسنى 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 سيدي تسنى حاش الله قضى الله أنا سيدي ها ستيلو كتاب يلا عمل لك يلا بسم الله كتب شكرا شكرا الكتابة كتجيني في شي شكل انا السجلة دابا بدات ما كتوقف حتى كنساليو الهضرة ورا ودي خلي لي ورا شنو نخلي اطلاق شنو نخلي بسم الله الو الو واحد جوج ثلاثة باب سال شباتة شرا ليا القشاوش انا وخويا المهاوش واش هذاك اللي المهاوش خوك مزيان يلا دابا يمكن لنا نبداو السؤال الاول هو كما قلت لك ادخل يلا يا جمال يلا عطى الراجل يغسل يدو يلا اعمل يا استاذ اعمل يلا عاد سالينا الماكله مازال هذيك غير المقدمات مازال غادي تبقى تاكل حتى تشبع اللحم بالبرقوق ما كاينش الحمام الحمام اول هذا الريجيم صيفطاته ليا واحد الحبيبه من كوالالمبورغ كتقول فيه عمري البانيو ديال الحمام بالثلج الثلج بارد عندك يكون سخون شربي جوج مقارج حتى الثلاثه ديال المطايب على الريق تخشي في بالك ملي تسالي شفي شعرك مزيان وكوني زلافه ونص ديال السكر كلاصي على الريق حتى هي ونعسي وما تفيقي حتى الصباح ويلا وفقتي عاودي كلشي من الاول الله يخليك انسه واش هذه هي الوكاله بالرخص نعم سيدي اشنو حد الخاطر صحفي صحفي وبغيت نشوف السيد المدير ناخذ معاه موعد فاش من الموضوع كيف كتعرفي انسه هاد الايامات كثرت عليكم الهضره في القهاوي وفي الجرادي وفي الحمامات البلديه والروميه لهذا كنتمنى السيد المدير يشوفني باش ينورني ويعطيني راس الخيط وبقهوه بلاش
بغيت نقول ياك الناس بعدا كيذكرونا غير بالخير. الله الله يخليك ما تحرجينيش. لا انا جاي في مهمه خاصه، هذا سر من اسرار المهنه. خيار خيار خيار، وشكون اللي اكد لي بلي الاخ صحفي؟ في الحقيقه لحد الان حتى شي واحد ما قالها، ولكن نقدم لك نفسي. العربي، العربي سقط سهوا. كتعرف سقط سهوا؟ كيفاش كتسولي هذا السؤال؟ العربي سقط سهوا هو المصيبه اللي واقف قدامك. مصيبة هذه؟ اشنو؟ بغيت نقول كنتي تقولها من الاولى. استاذ مرحبا مرحبا مرحبا، انا غادي نعلم السيد المدير حالا دابا 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 دابا. عمرني ما كنت نعرف راسي انني صحفي مشهور. انا واعرة وانا مصيبة. بالصحة الاستاذ، مرحبا. الله يعطيك الصحة السي بلاش. صحة. ادخل. وي غيزلا. ما يمكنش. هنشوف. طيب سارة بالبال، تفضلي غيزلان. حاضر سيد المدير. اش قلنا الأستاذ؟ يمكننا نكملو. الو الو، واحد جوج ثلاثة، با مشى لسباتة، شرا ليا زعيبيلة، أنا وخويا من هيبيلة. أعلم هيبيلة تا هو خوك. عائلة كبيرة الحمد لله. تبارك الله تبارك الله، هنعاوش مع هيبيلة والله يخليهم لك. السؤال الأول اللي غنطرح عليكم هو الأستاذ، الأستاذ الله يهديك مالك زربان، ركب لك أخي شي طويق، يا كليتي شربتي وتسكر يا مع راسك، عمل لي القيلولة الله يرضي عليك. عندك الحق سي بلاش، خذ راحتك أستاذ، خذ معس. هاد الأستاذ زيرة وترخى. واه جيت انت يا الفردة، انت بالوظيفة ديالك قبل اخويا غير وظيفتك، شدك شي شبوكات ديال البيع والشراء. ومال الدري كتفرق ديورتها؟ تاش كدير في هاد الوكالة بعدا غابيني وبينك؟ شتي تا خليني ساكت حسن، ها رانا جامع لك اللي ما يتجمعش. شوف انا راه ما مقصاش من جهدي. اييه هادي ما كدبتيش فيها السمان. بحال شي شامبر اللي كيتفش. يا سيدي الله يخلف عليكم، انا ولي الضحكة سعيد سمان ولا ضحكة، والله العلي اللي ما عنده وجه على شي حشم. راه شكون اخويا اللي كيدي ولادكم المخيمات؟ شكون اللي كيسلتكم السهرات ويدخلكم فابور بيديكي؟ ها شكون اللي كيدبر لكم على الديبلاسمات وانتم بقيتو هنا في الفيرويات دويو؟ ولا انت كتخدم وانت انت كتخدم انت؟ شكون اللي كيزود يزودكم بالزيت عمل وعرقان وزيت العود؟ زيت عرقان وزيت عمل وزيت العود ياك انت اللي كتحزر بهم المدير؟ شحال هادي حنا طلبناك واخا غير على شي قريعه صغيره ديال العسل. كضحكوا زعما انتم دابا ناشطين بحال باركين في شي نادي. ها اليوم السبت لحد ما كاينش خدمه، وكرزوا راسكم معايا رانا مشيت فيها، كرزوا معايا. مالك ياك لاباس؟ شفت كاع الفردة غير كتقفق في اليوم وشادك بوفالج. عطيك ربع ساعة من وقتكم، بغيت نسرع عليكم جميع ممتلكات العد. والله ياك صاحبي الله يرحمني، البركة في راسكم من جهتي. صافي هادي الأخرى ليا الدراري. مالك شنو كاين؟ شنو كاين صاحبي؟ صغرني الله وتسخرت مع عبد العليم، سخرني وكلت لي العربون ديالو والسلعه ديالو، تشدت في العريش شدوا شي وجوه الله بحالك. انت فضل وحشين او ديال الفرده وانت جدر. طيب انت شبيه شنو انت مالك يا صاحبي حالك؟ مالك بسم الله الرحمن الرحيم مالك؟ انت في شغلك واه؟ شوف شوف الفرده الله يخليك، خلينا صحاب صبر راسك، اش غيكون هذا كاع؟ اش غيكون هذا بنادم قداش غيكون كاع؟ مالنا نخافوا منه؟ شوف تدبر سيدي على فليسات وديك الساعه عطيه عامينته. تحبني انا مسخراني غيزلان ولا مسخراني هاد الجدر ولا هذا؟ ترى الراجل رجع نقول لك صباح اللي خلقو، شتي سيلفيستر ستايلون وداك رامبو شوارز جينيفر اللي سميتهم يدوزوا عندو عطله غا هنا هنا يدينا فيه كلهم. الراجل اللي طول فيا شوفه حسبوني في عدد الموتى، حسبوني مقبل مغسل في روضه الشهداء. الراجل ملي كيوقف كيدير لي في عز النهار كيدرك الشمس عاد قنتو. واش كتهضر على بنادم ولا على شي هيشه ديال البحر؟ اييه دابا يجيو تشوفوا
ياك بغيتو تضحكوا عليا اويا هادي رجلي مديو انا فلا هذا هو الرجل اللي كنت كتهضر عليه لا كيضرك الشمس انا باقي ما خدمتش انا ساكت سي بلاش السؤال اللي عندي هو كالتالي الله يخليك الاستاذ وقع سهود عفوا العربي سقط سهوا والمهم وقع ولا سقط نفس المعنى ما مقدمتيني شيء وقت ورقه الزياره نتاعك عندك الحق سهوا مني تفضل نشوف ايه والله لا بصح استاذ العربي سقط سهوا نعم ما عندي ميسك ما قلت عيب انا عجلان ريزلان السيد اللي جالس امامك قول لي تفضل حاضر السيد المدير تفضل تفضل مرحبا بارك الله فيك سي بلاش ادخل اهلا وسهلا اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا مرحبا اهلا اهلا تفضل معنا تفضل السي العربي سقط سهوا كنقدم لك السي العربي سقط سهوا تشرفي الاخ العربي سقط سهوا صحفي والاخ العربي سقط سهوا حتى هو صحفي اهلا يا استاذ شنو الجريده كتخدم انا كنشتغل في جريده الذبابه الناطقه عجيب حتى انا تما اش من طبقه تسعة في المكتب الثاني اللي في اليمين على الدخله تما فين كنجلس غريب غريب ما عمري ما شفتك لا 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 دائما كتكون عندي مهام كنكون خارج خارج من الجريده لا خارج على الجريده داخل في الجريده متشرفين متشرفين كنعرفوا حتى انا دخلت عليكم بالله والله وهذه مناسبه سعيده هذه تاكل شي حاجه ايوا مرحبا سي بلاش جيب لي شي حاجه الله يرضى عليك وانت تاكل شي حاجه ايه ايوا سيدي جلسوا بجوج راكم اليوم غتاكلوها بجوج بارك الله كفرتي والطربوش هزو بصبع واحد شو تعطينا الراجل فلوسو ما عنديش المهم سي سلام سي سلام سي سلام دمي شوف الا شتيه اكيد تسمع ليا كيغمر الا شتيه يقول لي غادي يجي ولد عمي سعيد من دمو يكمل ليا شي مالك هو الاول هو هذا يدك شريف صافي يدك صافي 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 الشريف نحب جدي ثق به وكذا كتعرف جدي انا راه معاكم في هادشي ديال الافلام جدي انا هو جينجو وجده هي رينجو ما جبتيش معاك العود مساء الخير انسة اشرقت الانوار العفو يمكن لي نزور سيد المدير؟ نزور؟ وجبتي معك الشمع؟ سكني يا أنسة أنا واحد مدوي البلاد باينة 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 وشنو موضوع الزيارة؟ سمحي لي نقدم لك نفسي العربي سقط سهوا صحفي جريدة الذبابة الناطقة سمح لي واحد دقيقة سقط سهوا ياك؟ سقط سهوا السؤال اللي غنطرحو عليكم هو ادخل السلام عليكم وعليكم السلام شكون انت عناس اش كديروا نتوما هنا الله يهنيك سيد المدير فرصه اخرى سيدي جلس بالي جلس سيدي جلس مع لكم هذا شكون انت سيدي اللي هاجم عليا في قلب المكتب نتاعي اسمح لي نقدم لك نفسي العربي سقط سهوا الله يدرسك سقط سهون ايوا انا كنت جيت العربي سقط سهون هذا شكون هما هادو؟ هادو نسخ مزورة غير اصلية سيدي مدير فرصة أخرى اجي اجي يا سيدي قال انتوما نسخ مزورة وغير اصلية وكلشي كتضحكوا عليا رجعوا لله رجعوا لله سي بلاش رجعوا لله جلس الارض جلس رد البال معايا الاستاذ رد معايا البال الو طريطور
الله يخليك شي ناس عندي هنا يا بغيتك تجي تعطيهم شي طريطحة. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.